أول يوم مدرسة جاهزين؟ جاهزين جاهزين في أول يوم مدرسة؟ جاهزين جاهزين جاهزين. عملتوا إيه في الأجازة يا بنات؟ أنا ماما ودتني الملاهي كتير قوي، وأنا طول الأجازة قاعدة في النادي، وأنا بردك ماما فسحتني في كل حتة، وأنا ماما فسحتني كتير بجد والله؟ بجد والله. طب بالليل طلع الفجر زمنها جاية جاية بعد شوية جاية بلعب وحليها بطاق جاية معاها شنطة فيها والزبطة بتقول ابعد بلعبها. قولوا عم محمود. قولوا مين بيتكلم؟ بابا فين؟ بابا فين؟ بابا هنا. بابا فين؟ بابا هنا. الحمد لله على السلامة يا بنات. اتفضلي يا أميرة فيروز، اتفضلي يا هند، خليكوا واقفين جنبي هنا. يلا يا أمنية، يلا يا مكة، كل سنة وانتم طيبين. عم محمود عامل ايه؟ عامل والله تمام والله. عاملين ايه يا بنات؟ الحمد لله. وحشتوني والله. وانا كمان وحشتوني يا عم طيب. وانتوا طيبين يا حبايبي. ماشي يلا اتفضلوا، يلا يا فيروز الاربعه هم دخلوا هم يلا ناظر اتفضلي. يلا اتفضلي يا هند، اتفضلي يا امنيه، اتفضلي يا مك. عامل ايه؟ الحمد لله والله. وحشتي كوبايتين الشاي بتوعك. هات كرسي وتعالى هات كرسي. لا لا مش هينفع، الموضوع هيزعق لي. ليه كده؟ قال لي عايزك تقف وتصحصح هنا. لا والله. ادي يا عم كبر دماغك. لا هيبهدلني مش هينفع. هادي واقفه وخلاص ماشي. صالح يا مسمار، واحنا رايحين فين؟ يا مسمار يعني انت لابس شنطة المدرسة وهدوم المدرسة ومش عارف انت رايح فين؟ لا تعرف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ من ايه؟ اكيد انت بتفطر سمك وبيض الصبح صح؟ صح. هو اللي عامل فيك كده، خلي بالك. ايه شعرهم؟ ما هو اللي بيعمل كده. بعد كده لما تيجي تفطر افطر حاجه خفيفه. ماشي يا سارة. يلا يلا بينا. وحشتني يا عم محمد بتاع البليله. بليله ايه يا ابني؟ حلوه البليله بتاعتك. ما بعملش بليله انا يا ابني. هتعملها ايه النهارده؟ ماشي حبيبي حبيبي يا مسمار. هتعملها النهارده؟ اعملها اللي انت عايزه يا حبيبي. عايز طبق ولا طبقين؟ اتنين. حاضر. ابو محمود بتاع الكفته. الكفته؟ الكفته بتاعتك حلوه قوي. ماده الكفته حلوه قوي. ماده الكفته؟ يا حبيبي انت بتحب الاكل قوي كده؟ مين اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمه مسمار. مسمار. وشك ده حبيبي؟ لا وشي خالتي. في ده؟ في ده؟ وفي وفين الزهار ده ولا ايه؟ اقعد اضحك عليه. اقعد اضحك عليه هلا. ليه هلا اهو؟ اديك عشان ترجعه. يا حبيبي يا عم كفته. كفته؟ عايزها بشويه ولا ايه؟ لا ما ليه. ماشي. والله يسدي حالك يا مسمار. يلا بقى نتاخر. ايه اللي في شعرك ده حبيبي؟ ده عرف يديك. عرف يديك؟ ايوه. عمو هنسوي شويه سيلفي. سيلفي؟ ايوه. قول في سيخ. قول كفته. تقول الكفته دي تعملها. قول كفته. قول شيخ كفته. الله ينهيلك. ده طالب ده؟ اه ده طالب. وحشتوني والله. قول بليله. بليله. اتفضلوا يا حبايبي اتفضلوا. ده طالب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الصامولة عنده مهوية. جيل ما يعلم بيه غير ربنا والله. البليلة انا واقف معاك هنا شفت العجب في المدرسة جوه. رجعنا للصحيان بدري والتثبيت تاني. خد يا حبيبتي.
هات رغيفين عيش تفطر معايا. افطر ايه؟ دي طلبه في المدرسه هنا. خد يا بت هات لي خمس. يا عم اسمع الكلام، دي طلبه في المدرسه. دي طلبه من... دي منظر طلبه؟ دي سوكه. انت بتستخف دمك؟ انت بتهزر معايا؟ انت تعرفني؟ دي طلبه؟ اه. انت اللي زق عليا. والله 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 ابدا يا سوكه، والله ابدا. طب مين ده؟ ده عم محمود السواق. ده منظر سواق؟ ده ما رضاش اخليه يشتغل يمسح عربيات عندي. ودي منظر طالبه؟ قول لي انت لابساه ده؟ يا عم محمود ده لبس تجيب المدرسه؟ يا عم محمود اسمع الكلام. جايه بعدايا عربيتك دي؟ اه والله العظيم لما اطلع من المدرسه لا خلي ابويا يجي يعملها لك عجله هنا، وهجيب مسمار وهخلي وهحكها لك كلها. لا اجيبه مسمار ليه؟ ما مسمار لسه داخل. انت هتهزر معايا؟ انت تعرفني ولا ايه؟ معلش معلش يا سوكا اتفضلي اتفضلي. اتفضلي ايه يا عم محمد البلاوي اللي انت موقفه قدام الباب المدرسه دي؟ احنا اسفين. اتفضلي يا حبيبتي. ايه اللي انت عملته ده؟ ايه؟ دي سوكا ابوها اللي ماسك الجراج هنا. لا والله. والله خلي بالك ده راجل شراني. انا معرفش انت بتشوف العجب هنا. هو انا نظر رقك من شويه؟ وكمان عشان لما تيجي تركن عربيتك ابوها ركنها لك ببلاش. بس دي منظر طالبه. ايه ده؟ انا مستغرب. لابسه عبايه رايح الفرن. انا بشوف بلاوي والله. اه والله. هاي يا بنات. هاي اميني كويسين؟ الحمد لله يا مسمار. هاي هاي سلام. ايه يا مسمار؟ احنا فين؟ احنا بنحلم ان احنا في المدرسه. بجد؟ اه بجد. طب واحنا بنحلم ما تاكليش الشعر. ماشي يا مسمار. بجيبهم عشان يا دي بدل تفتح بتبقى فيها هديه جايبها لك برضو. كل ده جايبه لك انت. مبسوطه؟ مش عايز اسمع صوتك. حاضر. افتح حالك. طيب قلت ايه؟ خلاص خلاص. لازقة. طيب فكيها. هاتيه. حاضر اتفضل. ايه الحاجات الخايبة دي؟ معلش معلش حقك عليا. بجيب كل ده عشانك انت.
انت مش عارفه ان انا ما بحبش الاناناس. هجيب لك تفاح. انا ما بحبوش ولا التفاح. مانجا. تحبي المانجا ولا شوكولاته؟ تحبي اجيبهولي. اجيب لك حاجه تانية؟ اجيب لك حاجه حلوه. ايه تقولي؟ مش عايزه. خلاص انا اسف. الحاجات الخايبه اللي انتوا بتجيبوها اللي ما تتاكلش دي. يا بابا روحي بقى اقفيلي وارفعي ايدك على الطابور. يلا حاضر. يلا خلاص انا اهو. اديني وشك ياما اللي على الطابور انت. حاضر حاضر. تعالي يا بنت وريني. مش عايزه اسمع صوتك. حاضر. ايه ده يا بت؟ ده كورن فليكس. كورن فليكس بتاع القطط؟ تاكل اكل القطط؟ حتى القطط مش سايبينها في حالها؟ انا عايزه اعرف كيس الشيبسي ده بيعمل ايه؟ كل الحاجه حلوه دي ليه؟ لاقيين فلوسكم في الشارع؟ ابوكي شغال حرامي يا اختي. اهي الشنطه وقع. تعالي هاتيه. يلا. حاضر. مش عايزه اسمع صوت. حاضر اهو. اقفي اتفرجي بس. اسمع بالميله دي. ايه دي يا بنت؟ دي مصاصه فيها هدايا حلوه قوي. امك عامله لك اكل يا بنت؟ لانشون. لانشون لانشون يا خايبة. بدل ما تحطي لك شوية رز وشوية لحمة. يلا يا بيت جنب صاحبتك. يلا. حاضر حاضر. يلا بنت الناظم بحالها. هاتي شنطتك. شنطتك مليانة يا بنت. اكل قطط تاني يا بنت. يا بنت يا امك دي ايه؟ ايه اكل القطط ده؟ يا لهوي. حتى انت كمان مش عارفه ايه الامهات دي والله. سندوتشات لانشون وجبنه تركي. بدل ما تحط لك شويه شويه لحمه وشويه رز وشويه شوربه يلم عظمك. اهو قلم. حاجة حلوة أشكال وألوان جنب صاحبتك. يلا. حاضر. خدي الشنطة. عارفة أنا مش باكل السندوتشات دي ليه؟ عشان معفنة. حطها وزعها على العيال الغلابة. شيبسي ده تاني. ايوه دبوس يثبت الطرحه. حاجه حلوه الخايبه دي يا بنت. ايه الحاجه حلوه الخايبه دي؟ جنب اصحابي. حاضر. اتفضل. كويس. يا لهوي على ام الشيبسي ده. يا ابني ده غلط. ده غلط. ده وبعدين تعالى هنا. هو انت معكش مصروف؟ معكش مصروف تروح تحلق شعرك اللي شبه البنات المعفن ده؟ ايه يا ولد؟ ايه شعركوا ده؟ ده البنات مش مربيه شعرها كده. الله يوكسك. الله يوكسك. الله يوكسك يا شيخ. ايه ده؟ بلاستيك ده؟
قرفانة كل الحاجات بتاعتكم دي جنب صحابة. نجيب واحد عصير. ده انا هجيب حاجة احطها في دماغك. قوم يلا انا مش بكلمك. في اول شايفك من ساعتها كل ما ارمي عيني ورا الاقيك عمال ترقص وتضحك. ايه اقف اتعدل اديني الشنطة. عارف انا ممكن اعمل بيدي ايه؟ احطها في دماغك. هتفرق البيض يا حرام. يا باري ايه يلا اللي انت عامله في شعرك ده؟ عرف دي عرف دي لازم اجيب واحد زيه. اعمل لك واحد زيه. يا رب صبرني عجل المنيل بنيلة ده. يا ولد زبت انت مش واقف ولا ايه؟ انت مين؟ انت مين؟ انا توكا عبال عندك ما سمعتش عني؟ انت توكا اللي بتربطي في الشعر؟ انا توكا زغلنطوطه. انا ما بحبش العرسيل. هادي هادي انا بحبه. طب هادي ده. هات يلا شنطتك يلا خليني اتقف جنب اصحابك زهقتني يا معلم. والله حمك بي. تحبيني يا ماي لوف؟ يا نهار اسود على الفصل المنيل بنيله ده. يلا هات شنطتك خلصني. عايزاه؟ اه تشيلها معاك يعني؟ اه انت بتحبيني. خدي الخيبه اللي انا فيها دي. يا رب انا مش عارفه ابويا ما لقياش وصل. الشرب الشرب يا ميه عطشانه شكلي. ايه رايك احميك؟ لا لسه مستحمي. اي لهبل انت بتشي ولا ايه؟ ايه ده؟ والله هديك فوق دماغك. المصاصة بتاعتي. معفن يا معفن. تعال هات يلا اكل القطط يلا حرام. هات يلا قطط. جنب اصحابك جنب اصحابك. سنة بعوم في البحر لاغرق. امشي يا امشي يلا يلا. اسود على الفصل من اي البنيله ده. هات يلا كيس الشمس يلا. معاك فلوس يلا؟ استني استني قولي صور معايا صور سيلفي. قولي فسيخ فسيخه. قولي رينجه رينجه. قولي توكه توكه. اقول اديك بالكرسي فوق دماغك. ماشي شكرا ربنا يخليكي. يا والله يخرب بيتك انا اعمل فيك ايه يالا؟ مين اللي جابك الفصل هنا يالا؟ مين اللي جابك الفصل؟ انت بتحبيني يا توكا؟ اقف يالا وارفع ايديك يالا. حاضر يا رينجا. رينجا يا دي يا ابني انت هتاخدي كل حاجه. ايه رايك لما تطلع علقك بره على الكلمه اللي انت قلتها دي؟ اتفضلي احلى 10 جنيه. 10 جنيه بالنص. ها بالنص واحنا مروحين. هلطوشه قلم. مش انت بتحبيني؟ يبقى بالنص نص نصي. مساري مساري. معاكي فلوس؟ معايا 10 جنيه. مش محتاجه اقول لك طبعا تجيبيها على طول. بالنص. ها فلوسك. فلوسك. حاضر. ايه يا اختي الفلوس؟ حاجه حلوه ب 50 جنيه. 10 جنيه. ومصروف 10 جنيه. طب انا عايزه اعرف بعد الحاجه حلوه والاكل ده كله مصروف ليه يا اختي؟ مصروف ليه؟ ده احنا عارفه عارفه احنا في بيتنا مفيش معلقه ملح. نايمين على البلاط يا اختي نايمين على البلاط. ما بجيب لك المصروف ده عشانك عشان اديهولك. عشان تديهولي؟ ايه الفلوس دي كلها؟ توكا ايه الفلوس دي كلها؟ معلش معلش توكا هاتي مصروفك يا توكا. هاتي كلام ليه يا توكا بتزعقلنا. خلاص مش عايزه اعلي صوتي مش عايزه اعلي صوتي عليك. اتفضل انا عارفه ان انت عايزه ال 10 جنيه. انا ما عايزه. انت بتقولي ايه يا بنت؟ توكي نص نص يا اديهم كده. دي مصاري كتير. هديك كام جزمه على وشك. انت عايزه الجزمه بتاعتها بقى. خدي الجزمه حطيهم في الجزمه. غوي من قدامي مش فايقه. طب الجزمه ناقصه قرف فيا. نص ناصي بس انا عايزاك برضو تعرفني على الاطفال اللي جوه الفصل عشان تعرفني مين شقي مين هادي. بص مين بيستجيب بسرعه. خلي بالك الفصل دوت اهدى فصل عندنا في المدرسه. بجد؟ اه طبعا بجد.
مفيش بس غير المسمار، هتلاقيه بيضحك كده وبيهزر، وباقي الفصل هتلاقيه اولاد طيبين جدا يعني. ده ده على ضحكه يعني، شاطر ولا مش شاطر؟ لا شاطر المستر اهو، مسمار اهو يا حبيبي يا مستر. عامل ايه يا مسمار؟ ماما. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. ده بقى دي فاروس بنت الناظر، هي عندها كله هي بنت الناظر ديت كله بيدلعها. ازيك يا فاروس عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا وحشتينا. انت كمان. عامل ايه يا مسمار؟ الحمد لله يا بابا. ايه ده؟ ايه ده هو؟ انتوا مين اللي مسنفكم كده؟ سوكا 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 سوكا. بص قلت لها نزل الفلوس ما رضتش. سوكا والله. وما بنت تاني تعالى بنت. هاتي نصي نصي يا بابا. نعم يا ميسي. روحي اقفي مع اصحابك. ايه اللي انت عاملاه ده؟ ما ابويا قال لي اي شنطه تعجبك فتشيها. وانا فتشتهم كلهم الصراحه. خد يا امنيه هنا، تعالي يا امنيه. لا استاذنها الاول. امنيه انا استاذ. تعالي يا امنيه اسمعوا الكلام. كله نزل ايديك. ايه يا امنيه اللي حصل يا امنيه؟ انا هقول لك يا مستر. توكا اللي بتلبس في شعري دي مالها؟ فتشتنا. فتشتكم؟ ايوه. بس كده خلاص. بس انا خلاص واخدت اكلنا وحطته كله في الكرتونه بتاعتها دي. اخدت اكلنا كله وزعتها واخدت مصروفنا كمان. يا بنت الكرتونه دي مستر؟ دي الكرتونه بتاعتي، ما عنديش شنطه فجيت بالكرتونه. الشنطه اتقطعت الصبح. هو سوكا انت عايز تقنعني ان دي طالبه معاهم؟ حبيبتي اقفي جنب صحابك. يلا يا سوكا. نعم يا مستر. انا استم الاول اعمل لك كام استدعاء ولي الامر؟ 25 تقريبا. 25 تقريبا. ده اعتبريه 26 ورفض نهائي. خلي بالك من المدرسه. ليه؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه العبايه دي؟ هو حد يجي مدرسه بعبايه؟ يا مستر ما انا ما عنديش. عارفه اوضه المدير؟ اه. عليها على طول. يلا. ليه يا مستر؟ يلا. توكا نصناصي ها؟ استنيني. توكا. سيبها بنت الحاجه بنت. سيبها بنت الحاجه. فلوس ايه دي؟ هاتي فلوس كده. فلوس ايه دي؟ دي فلوس. هاتي كده بابا. يلا عوضت المدير. بابا توكا خدي ده مني ليك. توكا ايه؟ توكا ايه يا حبيبي؟ هي اخدت مني الاكل بتاعي. ماي لاف يا توكا. يلا كل واحد يقعد مكانه. لا ثانيه واحده، هو ده اهدى فصل؟ انا فاهمك بس عايز تقنعني ان سوكا دي معاهم في الفصل. ما هي دي سوكا خلاص. يا نهار ابيض. لا انا هعتزل. انا هروح اسحب ورقي. انا مش هدرس خالص. انا مش هدرس يا مين. مش هدرس. لا يا عيال طفشت الميس في اول يوم. اقعدوا مكانكم. نزعلش يا مستر. مستر ايه يا ابني؟ اقعد يا حبيبي. اقعد يا صالح. عامل ايه؟ الحمد لله. يا كل واحد ياخد شنطه الاول. انت الاهم يا مستر. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا مستر. عملت ايه بقى في الاجازه؟ احكي لي كده. رحت لعبت وعمت. وعمت ايه تاني يا ابني؟ احنا في شتا يا ابني. عمت ازاي؟ لا ما انا احكي لي بقى يا مسمار. لقيت ايه؟ سمكه هتموت يا عيني. فين دي يا مسمار؟ في البحر. ماشي. رحت ضربت غطس انقذتها. ماشي يا بابا. ايه يا بنت الناظ؟ يا بابا ماشي يا بنت الناظ. طب اقعدي مكانك يا بنت الناظ. اه بعدين فهي هتقول الحقوني الحقوني السمكه بتغرق، سمكتي بتغرق. مسمار انت بتكذب عليا صح؟ الصراحه اه. جدع يا مسمار. اقعد مكانك يا مسمار. يا معلم. خلاص يا مسمار. فلوسي ده يا جماعه يا ولاد. حد هنا ليه فلوس؟ انا 10 جنيه. 10 جنيه يا مستر. وانا 10 جنيه. وانت 10 جنيه. ليك كام يا مسمار؟ 10 جنيه. خد. وانت ليك كام؟ هي قلبت لكم خالص كده. 10 جنيه. اه يا مستر. وانت يا ابني ما عرفتش تتكلم معاها يا مستر. نعم. هي قلبتني عشان حبيبتي. حبيبتك؟ ايوه. بصوا بقى يا جماعه، اي حد حصل معاه اي حاجه يروح يشتكي لوالدته عشان تيجي هنا في المدرسه وتعمل لها شكوى عشان الاداره تاخد اجراء. تمام تمام. هات الفلوس بتاعتك. اتفضلي. فكل سقف فلوس بنت الناصر. عملت ايه في الاجازه بقى يا امنيه؟ انا قضيت كل حياتي في النادي. جدع يا امنيه. وانت عملت ايه في الاجازه بقى يا مكه؟ انا كل يوم ماما كانت بتوديني الملاهي. وانت يا بنت الناظر عملت ايه في الاجازه؟ صح يا بابا، انت قلت لي افسحك في الاجازه يا بابا. صح يا بنت الناظر. وانت عملت ايه في الاجازه؟ ماما فسحتني برضو. اه. رحت الملاهي بقى؟ اه. ما طبعا مسمار حكالي طبعا كان. انا لا لا انا ايه، لما كنت اخدت الاجازه رحت عند بتاع القهوه. قلت له بتاع القهوه كنت بفوز كده واحد قهوه مظبوط تظبط دماغي. تظبط دماغك؟ ايوه. ليه بقى يا مستر؟ ليه؟ عشان
دماغي دي اتظبطت في التركيز. تركيز يا مصمد انت ضايع خالص. وانت يا صالح عملت ايه؟ انا حابه اروح الملاهي، حابه اروح النادي كده يا مستر. بس انا زعلان منك انت ومصمار. ليه يا مستر؟ اللي بنت زي دي توقفك تاخد منك شراتك وتاخد منك كل حاجه. لا يا مستر. وتوقفك على الترابيزه يا مستر. دي صايعه يا مستر. ما هي دي حبيبتي قالت لي هنصنص هنصنص هتنصنص. اه وانا عبيط. يلا بينا يلا بينا. اول يوم مدرسه. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين في اول يوم مدرسه؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين.